هاد الايام ثاني كيروجوا ثاني ضريب على داكشي ديال الاتصال السمعي البصري على الفضل وهذه كلها اكاذيب. اولا هذيك الضريبه ديال الاتصال السمعي البصري هذاك الرسم قديم، اولا قديم لم نستحدث اي رسم من جديد، كان شحال هذه. بالعكس الحكومه سنه 2013 ازالت هذا الرسم على الاشطر الاخيره، واحد جوج ثلاثه الاشطر ما عليهمش هذا الرسم. معنى ذلك 80% من الاسر المغربيه لا تؤدي الرسم على الفضاء السمعي البصري، 80% ديال الناس اللي كيخلصوا الضوء ما كيخلصوش هذاك الرسم، 20% فقط اللي كيخلصوا الرسم اللي كعندهم الاشطر الرابع والخامس، ودابا اللي وصل للشطر الخامس ولا الرابع الى خلص هذيك 55 درهم. ولا تذهب للقناه الثانيه، بالمناسبه هذه سنوات 3 سنين ولا 4 سنين لا تؤدى للقناه الثانيه سنتيم واحد، وما كاين حتى شي نيه، وما كاين حتى شي نقاش ولا شي نيه باش نردوا هذاك الرسم.